بس كتلته بتساوي 20 كيلو جرام. عايز يجيب ردود الأفعال عند نقطة التلامس عند الـ A والـ B، تمام كده؟ طيب احنا عارفين إن الجسم اللي عندي ده هيبقى عندي ده وزنه ام جي، بص هيبقى عندي هنا رد فعل ان ايه، هيبقى عندي هنا رد فعل ان خلاص. المستوى مايل على الافق بزاويه 75، يبقى العمود عليه مايل على الراس بنفس الزاويه اللي هي 75، خلاص. طيب هنا المستوى مايل بزاويه 30، يبقى العمود عليه مايل على الراس بنفس الزاويه اللي هي 30. مجموعة من القوى المتلاقية في نقطة يبقى الفريق البدل هيبقى عندي هنا 20 9.81، رد الفعل ان ايه بزاوية 75، رد الفعل ان بي بزاوية 30. تعال نحلل القوى، هيبقى عندك هنا ان ايه صاين 75 ان ايه كوزاين 75، هنا ان بي ساين 30، وهنا ان بي كوزاين 30. سميشن فور اتجاه الاكس بيساوي صفر، يبقى ان ايه ساين 75 ناقص ان بي ساين 30 بيساوي صفر، دي المعادلة الأولى. سميشن فور اتجاه الواي بيساوي صفر، يبقى ان ايه كوزاين 75 زائد ان بي كوزاين 30 تساوي 20 9.81، هو الوزن. خلاص استخدم الآلة الحاسبة مود 5 1 صفر، طلع ان ايه